السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم اشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذن اليوم راح نحضروا مع بعض كيفية تحضير مكرونة بصلصة حمراء بالدجاج باحترافية، وتجي بنينة وتجي ما شاء الله. نتمنى تجربوها، والله وصفة رائعة جدا، أنا دائما نعتمد عليها وتعجب كثيرا العائلة تاعي. إذا حنعطيكم مقادير تاع هاد الكيفية. بالنسبة ل أول مكونات، هنا نحتاج إلى يعني قطعة من الدجاج. أنا هنا عندي فخذ كامل، هنا نحتاج إلى حبة بصل حجم كبير نقطعوها مربعات. هنا عندي 2 حبات تاع الجزر، هنا كيما راكم تشوفوا رابيتها رقيقه بزاف، يعني باللي نرابيو بها الثوم، وكذلك يعني كي تضغطوا عليها تلاحظوا انه فيها الماء، يعني هكذا باش يعني الوصفه تاعكم تجي ناجحه وبنينه. هنا نحتاج الى حبه كبيره تاع الطماطم مبشوره، هنا نحتاج الى 5 سنين تاع الثوم مبشورين، ملعقة هارسة، ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة. نحتاج هنايا إلى 500 غرام هذا النوع تاع المكرونة، لاحظوا يعني الحبايبات الصغار، يعني كما راكم تشوفوا بعد ما يعني ما فات الشهر رمضان علينا بالتغيير، عندنا بزاف ما درناش حاجة تاع لي بات، وكذلك يعني الحال راهو سخون، يعني جيد جدا انه الواحد يغير ويدير حاجه خفيفه، يعني المكرونه خفيفه في فصل الصيف خاصه كي نديروا لها ناشفه وتجي بلاصوص. اذا هنا بالنسبه للتوابل عندي فلفل كحل، عندي كمون شويه كمون الملح، وعندي فلفل عكري وشويه زنجبيل. بالنسبه للاعشاب عندي اوراق الرند وعندي زعتر، وما تنسوش انه نعملوا رشه تاع سكر لانه الطماطم فيها الحموضه باش ما تجيكمش حامضه بزاف، وكذلك الصلصه تجيكم بنينه. اذا راح نبدا على بركه الله. بسم الله، اول شيء نقلي البصل. اذا هنا ضربت الزيت وضربت البصل، نقليه مليح، تبعوني خطوه بخطوه لانه راح نوري لكم يعني وصفه رائعه وبنينه بزاف وراح تعجب العائله تاعكم. نقلي البصل مليح حتى يذبل مليح، من بعد نضيف الدجاج ونقليه مليح مع الدجاج هذاك، البصل مع الدجاج نقليهم جيدا. هنا في قدر اخر راح نضيف هنايا بعد ما يسخن الماء نضيف الملح، نضيف ملعقه تاع زيت الزيتون، ثم نضيف زوج ورق تاع الرند. مباشرة نفرغ المكرونة تاعي ونخليه يغلي حتى يطيب، لكن ما نخلوش يطيب حتى يتعجن باش يقعد يحاكم القوام تاعو. نعاود نرجع للصلصة تاعي، نضيف الجزر، نخليها مليح مع البصل والدجاج. اذا بعد ما نشوف انه الجزر تاعي يعني تلقى الماء وبدا ينشف يعني المرق، هنا واش راح ندير؟ نضيف الطماطم اللي فيها يعني فيها الماء، وراح نخليها تتجمر مليح مع باقي المكونات، ونضيف الثوم، نضيف الهريسه مع الطماطم المصبره هكذا، ونقلي جيدا. نضيف التوابل مع الملح، نخلي المرق تاعي يتجمر يعني حتى تدخل مليح رائحة التوابل وكامل المكونات في الدجاج، نرجع فيما بعد. هنا إذا هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما طاب المكرون فرغته مباشرة في الكسكاس، الآن راح نغسله شوية بالماء بارد باش هذيك الطبقة تاع النشويات تروح هكذا، ونصفيوه مليح ونخلو يقطر تماما من الماء. إذا هنا الصلصة تاعي لعما تجمرت مليح، الآن راح نمرق الماء الساخن دفعة واحدة،
ندير فقط زوج كيسان يعني باش يقص فقط الدجاج ويطيب الدجاج تاعي هذا ما كاين. ثم راح نضيف الهند مع زعتر ونغلق عليه ونخليه يطيب على نار تكون قليلة هكذا باش يتجمر مليح المرقة. لما تتجمر الصوص تاعي نرجع هنا. إذا هنا بعد ما جمرت المرق تاعي هنا واش راح نعمل؟ راح نحي هذاك الدجاج ونحي هذوك الأعشاب، ثم نجيب المكرونة تاعي ونبدأ نفرغها في الماء. لما أضفت المكرونة تاعي الآن راح نخلطو مليح في العصوص، لأنه راح قليل العصوص لازم نخلطو مليح باش تخلط هذوك المحتوى تاع العصوص مع المكرونة. نخلط مليح جيدا، بعد نخليه يتجمر حوالي 5 دقائق ونطفي عليه. بالنسبة للدجاج هنا أنا رايحة نقليه في شوية تاع الزيت فقط يعني ياخذ اللون الذهبي هذاك المحمر ونطفي عليه. نتلقاو إذا على طبق التقديم إن شاء الله. إذا هنا كيما راكم تلاحظوا المكرونة تاعي هنايا واجدة، شوفوا كل حبة يعني تجي وحدها وحتى الرائحة يعني ما نقول لكم. نتمنى تجربوا هذه الوصفة وتنجحوا فيها وتعجبكم وتعجب العائلة تاعكم. ما تنساوش إلا عجبكم الفيديو شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، بارطاجيو الفيديو خلو يستفادوا معاكم هذه الوصفة الرائعة. وإلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش علينا باللايك جيم لا فيديو. نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.